السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهيد ومغترب جزائري يرد على من انتقد الكوتش جامل بالماضي بعد اقصاء المنتخب الوطني الجزائري من كأس افريقيا. تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس، راكم ملاح؟ ان شاء الله كل شيء بخير. بون اخوة والاخوات، فيما يخص مشاركة الفريق الوطني الجزائري في كأس افريقيا المقامة بكو ديفوار، اولا زعفت، تقرقشت، تحرحرت، جرجرت، كنت سوبريسيون، على الاعصاب، داقت لي، عباك احبط لي المورال، كي ديسكاليفينا من برومي تور، كيما كامل المناصرين تاع الفريق الوطني، كيما كامل المحبين تاع الفريق الوطني، رغم انه هذه الامور يكزيستيو في كرة القدم، قص قرمط. ثاني شيء اشكر جميع الانصار اللي تنقلوا الكو ديفوار، قدموا صورة جميلة على الجزائر وعلى المناصر الجزائري، رغم انه كاين اللي يزيدوا عليها، ما متزعف تتقلق الدنيا، هذيك تعتيريو عليهم وتصدموا لهم اللوتال، لازم نقعدوا في كرة قدم، ماتش خسرناه، سيتوم هذيك تاع زعما تصدم والدنيا، والله ما مليح يا جماعة، مي ما نحبسوش فيها، يقعدوا مشكورين على ما قدموه للمناصر الجزائري ولصورة الجزائر. ثالث أمر نشكروا مسؤولين تاع كرة قدم الجزائرية على رأسهم وليد صادي، ستامبليزير شفنا جان صغير حاكم لا كونفيديراسيون، ربي يوفقوا للمواعيد القادمة إن شاء الله. قدم كل الظروف للطاقم الفني وللاعبين، تما ما عندهمش حجة. رابع أمر مشاركة الفريق الوطني في حد ذاتها، درنا ماتش نيل، زدنا درنا ماتش نيل، خسرنا مع موريتانيا، ديسكاليفينا من برومي تور. كان مطلب جماهيري ومطلب اعلامي انه جمال بالماضي يستقيل. جمال بالماضي لي زوم كي حس بلي ما يقدرش يزيد يمد والفريق ما يقدرش يزيد، قدم الاستقاله تاعو، الى اسومي لا ريسبونسابيليتي، تحمل المسؤوليه. قبلها وليد صادي، خلاص الحكايه نورمالمون تاع لا كوب دافريكا هادي، كاين شي مرخص راهم يديروا في الدراما، هادوك اللي يديروا في الدراما كاين منهم فئه تاع هادوك صعاليك تاع الصحافه، هادوك تاع الصحافه تاع الكاسكروطات اللي حبس لهم تسارة بالماضي كي جا الفريق الوطني، ملتم هما موراه. كاين هادوك اشباه زعما تاع لي جوار القدم تاع الفريق الوطني، ابار بن شيخ اللي دا لاكوب دافريك كي كانت نواري بلون، هادوك صعاليك الاخرين، المخير فيهم شارك خمس خطرات في الفريق الوطني، يهضر على سيدكم محرز ولا سيدكم بالماضي. كاين فئة ثالثة، هادوك اللي سخنت لهم الفرفارة في 2019 كانوا يحوسوا على الفوضى، الرفادين تاع المخزن، الشياتين تاع المخزن، كانوا يستناو تصرا فوضى في الجزائر كي يخسر الفريق الوطني. بالماضي واش دار؟ بطبطها لهم، برد لهم كاع الفرفارة صديقي، من تما وهما يسالوها له، مرخص رفادين تاع المخزن، زيد نعاودها، تربحوا الشعر كي نتوما كي المخزن تاعكم. والفتوا برك تاكلوا اللحم تاع بعضاكم. سينو باسمي وباسم العائله تاعي وباسم فئه كبيره من الشعب الجزائري، نشكرك جزيل الشكر جمال بالماضي على كل ما قدمته للفريق الوطني. ما نساوش لاكوب تاع 2019 وما نساوش 35 ماتش بدون خساره، ونتمناو لك من صميم القلب النجاح في الحياة تاعك تاع التدريب، ولما لا نعاودو نشوفو كاش خطرة في الفريق الوطني، واللي ما عجبوش الحال يدز معاهم ولا يشرب كامل مياه البحر الأبيض المتوسط. تحية الجزائر برجالها ونساها، وتحية الدولة الجزائرية، وتحية المؤسسة العسكرية، وتحية جمال بالماضي. جمال بالماضي لي زوم. السلام عليكم.